بسرعة ريكو. ماريو انت وين؟ نحن محاصرين. نحن جايين بسرعة شوي ريكو. هلا انت من السوار. ايه بتعرف كيف بتصير، شغلة بتجر لشغلة تانية وبالاخر بانج. ماريو فريكو معه بارودي وعم بحارب ديرافيلو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة قلبي خلع من جاست كوز 3. أنا الظاهر الصوت الجديد لشبكة أخبار الجنرال والمصدر القانوني الوحيد لإلكن للأحداث اللي عم بتصير هلأ. هيدا أسبوع جديد ناجح.
ناخذ الهليكوبتر فراتري. صباح الخير يا مواطنين ميديتشي، انا الظاهر الصوت الجديد لشبكه اخبار الجنرال والمصدر القانوني الوحيد لإلكن للأحداث اللي عم بتصير هلأ. هيدا أسبوع جديد ناجح مليان بانتصارات ديرابيلو. اجينا بعد التقارير عن أعمال مضادة للحكومة، بس قواتنا جاية على الطريق تدمر آخر مخبأ للمقاومة بالوقت اللي عم نحكي فيه هلأ. فيفا ميديتشي. عملناها شفت؟ قصدي أنا عملتها بس أنت ساعدتني شوي، بس نحن فريق أخو شليتي، فريقو وشركاء، سيلفي. حاسس كأنه فيلم ونحن أبطاله. واو، طلع شكلي بعقد. آه، لك وينك؟ ديما، ديما علي عمر المصري. شو، أنت بعدك طيب؟ بعدك بفرد شقفي. آه، الشنجل تبعك صار أنتيكا. آه، صار قديم لازمه تجديد. تعا قابلني لما تصير حاضر. أو بركي ناظر. لازم أتأكد هاي ما هاي. ديما، مبسوط إني شفتك كمان يا ديما. هلو. الشنجل تبعك قديم، مرق لعندي كرمال تعمل له أبديت. المشروع خطير على الآخر، ثورة بمديتشي. تعا معي، تعا معي. لا شغلي ما إلي علاقة بالإستنساخ أبداً.
جبتها. هيدا موديل معدل، فينا نبلش الاختبارات فورا. بعد الباراشوت معك سي جود. مبسوطه انه عرفنا نقلل نسبه الاضرار الكارثيه، اخذنا احتياطاتنا، والاهم سلامه الناس. مش مثل ديما تتذكر غواتيمالا؟ انا ما خرج العمل الميداني، بس انت انقذتني. بعد غواتيمالا طلبوا مني ادرس البافاريوم. البافاريوم موجود بس بمديتشي، شغله غريبه، وزيادة عن قوتها المغناطيسية ممكن إنها تتحول لمتفجرات مدمرة كتير قوية، أو مصدر للفيول ما بيخلص إذا بالإيدين الغلط. آه، ريكول بافاريوم بالإيدين الغلط. ونحن رح نغير الوضع. أنا عارف إني بقدر أتكل على ماريو، بس أنت شو؟ أنا عملت أغلاط كتير ريكو. سميح ببلش مع الفعل ديما. إيه، بس أنا من دون أعذار بقى، أنا رح ساعدك، رح لاقيك بالمركز جوارديا ألفا. فيك تساعدني تنجرب المعدات الجديدة. الشنجل وافتح الباراشوت انت ونازل من فوق. اه منيح، هلا جرب مره تانيه، اكيد هيدا منو حظ المبتدئين. منيح، هلا تعال لقيني بكوارديا الفا. جرب تستعمل الشنجل تبعك انت وطاير بالباراشوت، واسحب حالك انت وبالهواء وكأنك مثل العصافير. ريكو وقف، ما تتحرك. شوف خلصنا من الانفجار. الانفجار؟ سلامة بالأول. انت منيحة؟ ايه، تحرك يلا، انا رح كون موجودة تتابع حتى ما يصير في تخبيص بالتصميم. انت ما بتخاف من الطيران ما هيك؟ معقول عميل بخاف من الارتفاعات؟ شي مسخرة. هودي صور. سالوت سالوت سالوت. انت شو عملتي فيي؟ هيدي تكنولوجيا جديدة، عملت أبديت للشنجل تبعك. احتمال إنه ينخلع زندك معه صار قليل. صار فيك هلأ تشنجل شغلتين مع بعض وتسحبن. صاحبك ماريو عم بيقول نسميه دراع الأخطبوطي أوسري، بس ما بعتقد هالاسم ممكن يخلو يمرق. هيئتو جوارديا ألفا مكان مناسب تنجرب فيه. شو رأيك نخلع البوابة؟ ايه، هيدا بيوصلك دغري للمركز. أنا لاحظت إنه الصور ضعاف بالقفز فوق البوابات، يمكن أكلهم دسم شوي. أنا بعرف يا شباب إنكم قضيتوا كتير، بس هيدا الجهاز رح يغير كل شي. هيدا الجهاز رح يخليني دمر المركز من دون ما أستعمل رصاصة واحدة. أنا رح أدخل.
السحاب هلا ونحن بحاجه لمساعدات اضافيه. بليز سجلوا الاحداثيات الجديده. شو هالشغل الزبالة؟ كتير هين انخرق الفاير وول يلي عملوا شبكة الاتصال هيدي قرود ولا شو؟ خلص الهيئة مش ظابطة، انسى. كنتي بس اندهيلي. رح يصير هجوم على الأكيد وبيت السلطة عم بيقربوا. هيدا رد علينا كرمال يلي صار مبارح. الثوار بخطر رح يكلوها، القوات المقابلين رح تكسرهم. الوضع مأساوي. شي بحمس. ما بيحمس بس الهجوم لا عم عبر غلط. تحمست لأنه هي فرصة لجرب الاختراع الجديد. شو هيدا؟ كمان تنتجنب كارثة. افتح ايدك لبرا بهالطريقة. شو عم تعملي يا ست؟ ها؟ أو. خلص صار عندك بدلة بجوانح منيحة للتحليق. بعتقد أصبط شي تبلش من عند الشير. طير لعند الجسر إن شاء الله يمشي الحال. كرمالنا اتنيناتنا ريكو. من واجباتنا أن نصلح الأمور. هاي ديما، بدلة الطيران مش عاطلة. يمكن كون نسيت إلك، أنا عطيتك الجهاز التجريبي GE64 عبارة عن متفجرات بافارية ممكن زرعها. رح نبلش بالجسر لكان. هلأ أنا رايح على نقطة تمركز أفضل. قوات ديرافيلو عم تتحرك بسرعة، لو سمحت أسرع شوي. كونوا مستعدين للموكب. ما رح يعرفوا جماعة ديرافيلو بشو عم ينقصفوا. تبهدلن شوي أو روق. أنا رصدت طيارات هليكوبتر جاي. في بالطريقتين لصواريخ أرض جو قريبين. جاري تحديد المكان، جاري إعادة برمجة التوصيات. تمام، تعرفت على كم صديق جديد.
عمل ممتاز ديما. شكرا انك كنت هدف اختباراتنا. اوكي باي باي. حول ريكو. الو هيدا انا ماريو. ماريو فريجو. بتتذكر بيت ستي التيتا عاملة اكل رح تاكل صبيعك وراه. لازم تجي. حول. من وين جبت لاسلكي ماريو؟ شو نحنا كلنا معنا منهم. وبعدين ريكو المفروض لما تخلص تقول حول. حول نحنا. حول. ما تعتل هم موضوع الإرسال تبع اللاسلكي. التيتا بلشت تطبخ. ما تتأخر. حول. ريكو هيدا أنت؟ هيدا أنا يا تيتا. ضعفان كتير. بليز فيك تقله لماريو يكبلي هزبالي من قدام البيت؟ أوكي حاضر تيتا. هيتا التيتا مش حاب السيارة. ما بعمري حبتها. لأنك ما خلصتها. لأنك كنت ناطرك. ما بحياتي لمتك تعرف. لأنك فليت ماريو. ما كان عندي حل تاني تعرف. ولا مرة فكرت فيها مزبوط ريكو. في فرق بين إنك تطلع وبين إنك تشوف. اتطلع مديتشي بيوتيفول مثل الألمازة بالشمس. بس لما تشوفها مزبوط لمديتشي بتلاقيها معفنة كلها من جوا. ماريو من امتى صرت فيلسوف عصرك؟ لا القصة مش هيك. أنا كنت عم ساعد السوار. بس أنا على قد حالي. نحن منا عسكر. شفت الهجمات على ديرافيلو قد ضعاف. السوار كانوا عم يهربوا. كانوا عم يتخبوا. شي بهدلة. ماريو ريكو صار وقت العشاء. تيتا روقي. أعطينا دقيقتين بس وفايتين بليز. ماريو ريكو. أهلا فيك بمديتشي من جديد. أنا أليسيا. أنا الصوت اللي بتسمعه براديو الثورة. ماريو قال لي إنه بدك تحرر مدينة مانيا وتدمر محطة فيس إلكترا. بدك الصراحة؟ أنا متشوق أشوفك عم بتحارب. رح أحكيك مرة تانية لما تصير قريب. Ah.
ليك بمانيا. أنا ربيت هون وبيسعدني نروح سوا بجولة لتشوف كيف ديرافيلو دمر هالمكان الحلو. احنا عايشين بعالم جريح عم بيموت، تتحكم فيه مجموعة من الأشخاص المشوهين ومروجي إشاعات المضللين. نحن لازم نواجه الآفة. هيدا الصوت، سكت هالصوت الغبي بقى. حد، أنا بعرف إنكم خايفين لأن الإرهابيين عم بيهاجموا مؤسساتنا وعم بيحاولوا يدمروا أي أمل جواتنا، بس أنا بستمتع بالشمس وبشم الهواء النقي النظيف بمدينتي. بطلع على الارض وبفكر فيكن، انتو يلي عملتوا للارض هيدي الهيبه، انتو يلي بتبنوا خطوط الدفاع تبعنا ضد يلي بيهاجمونا من برا، انتو يلي بتضحوا بحياتكم كرمال تحققوا الاستقرار. تضحياتكم وكفاحكم كل يوم هو يلي بيخليني احترم الشعب. حياتي ما فكرت انك مجنون.